الحارس الدولي أحمد عزاقة اختار إجراء التمرينات الرياضية بناديه الأمة القرطبية بعد توقف نشاطه الرياضي بسبب جائحة كورونا. درنا الحجر الصحي فترة معينة وتضح أن يعني من الصعب أن احنا نقعد الفترة دي كلها حجر، فدرنا تمرينات في التمرينات المنزلية اللي هي طبعا ما تكفيش، فاضطرينا أن احنا ننتقلوا لداخل الملعب. ويضيف الحارس الدولي أحمد عزاقة أنه يقوم بالتدريبات اليومية صحبة عدد من هواة حراس المرمى داخل نادي القرضبية. طبعا أنا حاليا في مدينة سبها اللي هو مسقط راسي في نادي القرضبية نادي الأم، طبعا أرضية كويسة وقلنا نبدأ التمرينات في الملعب يعني وكورة ويعني نحاول نلحق اللي فاتنا. يخشى الحارس الدولي أحمد عزاقة أن تكون عملية التوقف والحجر الصحي قد أثرت على مستواه الفني، خصوصا بعد تلقيه بعض العروض أثناء التدريبات في دولة تونس قبل جائحة كورونا. ممكن أخر وقفة يعني حتى المدرب في حد ذاته ما هوش عارف أمتى نبدو أمتى اتحاد الكورة، ما هوش عارف يعني باعتبار هذه الجائحة اللي صارت يعني صارت على الكل، يعني حتى ممكن لما نشوف الاتحاد الأفريقي يقول يوم بيلعبوا يوم ما بيلعبوش بيأجلوا البطولة، يعني قاعد الوضع متضعضع شوي يعني. يحاول الرياضيين استئناف التدريبات والتأقلم مع الأوضاع الراهنة. إلى ذلك يبقى الحارس الدولي أحمد عزاقة في الانتظار إلى حين عودة النشاط الرياضي داخل الملاعب.